نتابع الحقيقة بعد كما يظهر على شاشتنا في العواجل ولغرب دارفور بعض الفيديوهات توضح لحظة اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع بعد ساعات من ظهوره ضيفا على قناة الحدث ولغرب دارفور واعتقاله من قبل قوات الدعم السريع. هذه فيديوهات تأتينا لتوضح لحظة الاعتقال. طبعا سنوافيكم بأي جديد لهذا الفيديو للحظة اعتقال ولي غرب دارفور من قبل قوات الدعم السريع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.